هناك مثل عربي يقول شر البلية ما يضحك، ومعظم ما نمر به في الوطن العربي اليوم من نفس هذه النوعية، فلماذا اختفت الضحكة إذن؟ أولا صباح الخير. ثانيا بتخيل هاي الضحكة اختفت لأنه أحد البلاوي اللي عندنا إياها هي الأنظمة الحاكمة اللي ما تسمح بالضحك على أي شيء. فإذا بتشوف هاي الأنظمة أي تعليق أو منشور على فيسبوك أو حتى لايك ببعض الحالات كإهانة وجريمة يعاقب عليها القانون، كثير صعب إنك تكمل شغلك. أين اختفى الساخرون العرب؟ لماذا فعلا توارت الكتابة الساخرة عن صفحات المجلات والصحف أيضا؟ هي جزء من السخرية هو فعلا لسه موجود صراحة، لكن مكانها بالعادة كجزء من ماكينة البروباغندا للدول والسلطات. هذا اللي صار أضبط وأزكى بالطريقة اللي عم يتعاملوا فيها الحكومات. بس اللي حاليا هو بينقص صراحة انه هو سخرية بتهدف للسخرية الحقيقية، انه عن طريق النقد والتحليل ومش بس لنشر رسائل مبطنة فيها. بتخيل، هل تعتقد انه لسه في مجال لمبدعين ساخرين جدد انهم يظهروا على الساحة؟ طبعا دائما هذا الحكي، بس المشكلة الموضوع بتخيل مع الرقابة والهذا عم بيكون الحكي أقل. يعني أنا بتخيل في كثير من الناس اللي عم بيعملوا سخرية، كان مثلا باسم يوسف، كان أنديل، كان غيره، في الأغلب عم بيطلع من البلدان إذا بده يكمل مرات بمجال الشغل تبعه. هذا الحكي اللي عم بصعب الحكي، بس بنفس الوقت يعني الواحد بيأمل إنه يطلع نوع سخرية أزكى ويقدر مش بس يكون تحدي وهجوم على السلطات، بس يقدر يلعب برسائل مبطنة أكثر، وقتها ممكن يقدر يطلع أشياء. طيب كيف تقيم دور ومشاركة المرأة العربية في الكتابة الساخرة؟ هلأ بالوقت الحالي مشاركة المرأة بالوطن العربي مش كبيرة كفاية أبداً، وهذا بعود أنه السخرية بشكل عام تتطرق لتبوهات، وهذا المجتمع ما بيستحمله أنه يطلع من مرأة. بس بنفس الوقت دورها كثير كثير مهم صراحة، لأنه في عدد كاتبات ساخرات كثير كثير بيعطوا برسبكتيف أو منظور إحنا مش شايفينه من قبل، وبالتالي بيخليهم صراحة أقوى من أغلب الكتاب الذكور اللي إحنا تقريبا نتوقع أكثر إيش اللي ممكن يحكوه. يعني مثلا عندنا بالحدود إحنا واحدة من الكتاب الرئيسيين والمحررين الرئيسيين هي يعني شابة بالعشرينات من عمرها، وأنا يعني لليوم يعني دائما خايف على كرسية بالحدود منها.